العشرون من أغسطس تاريخ سيخلد في ذاكرة الكل اليمنيين، وتأهب لهذا اليوم الذي يؤكد أن اليمنيين ملتحمون مع قياداتهم الوطنية. استعدادات كبرى لمسيرة الإرادة الشعبية التي تؤكد للعالم أجمع شرعية الشعب اليمني الصامد ذيلة العدوان التحالفي الجبان على بلادنا، ومباركة للاتفاق السياسي بين القوى الوطنية التي شكل على إثرها المجلس السياسي الأعلى. استعدادات بدأت من أمس، الترتيب والأمور والحمد لله احنا على أتم الاستعداد، وتم تجهيز ميدان السبعين للفعالية الجماهيرية، الحشد الجماهيري لهذه المناسبة، وإن شاء الله تكون على أتم الاستعداد. وبالنسبة للنظافة جاهزين والحمد لله، كل التجهيزات أصبحت منتهية، ونستعد الآن لاستقبال الأبناء شعبنا، الملايين من أبناء شعبنا من جميع المحافظات، وهم يمثلون فرسان الوطن، وهم الذين سيردون على العدوان وعلى المرتزقة بهذا الحضور الكبير. التنسيقية العليا للحشد والمناصرة وبالتعاون مع بعض المبادرات الشبابية والمجتمعية عقدت مؤتمرا صحفيا مشتركا دعت فيه أبناء شعبنا للخروج صفا واحدا في المسيرة المليونية. فيه أبناء وشباب وطلاب وعمال وموظفي وفلاحي ومثقفي وأكاديمي وإعلامي ومهندسي وأطباء اليمن وقادة السياسة والدولة والفكر والاقتصاد والمنظمات الجماهيرية والمجتمع اليمني والمدني وصناع القرار، وذلك يوم السبت الموافق 20 من أغسطس 2016 ميلادية في ميدان العزة والشموخ. هذه الفعالية التي سيوجه من خلالها الشعب اليمني رسالة واضحة لا لبس فيها، بأن الشرعية في هذا الوطن هي للشعب والدستور، هي للشعب والدستور وليس لأي شيء آخر. الشرعية التي اختارها الشعب اليمني منذ عام 62، وهي أن الحكم لله سبحانه وتعالى ثم للشعب. الدستور اليمني يقول في مادته الرابعة بأن الشعب اليمني مصدر السندات وصاحبها. المواطنون ومن معظم محافظات الجمهورية توافدوا إلى ميدان السبعين، رغم أن المسيرة ستكون في يوم السبت المقبل في صورة تكشف عن تلاحم وإباء اليمانيون أمام أي آلة عدوانية جبانة، وتوحيدا للجبهة الداخلية. أتينا هذا اليوم استعدادا ليوم السبت من محافظة الجوف، أتت القبائل الجوف الأبية لتشارك الشعب اليمني في هذا الاحتشاد العظيم يوم السبت، بالإشادة بالاتفاق التاريخي الذي وقع بين أنصار الله وحلفائهم وبين المؤتمر الشعبي العام وأنصارهم. ونشكر الجيش واللجان الشعبية، هؤلاء الأبطال المرابطين في الجبهات. احنا جينا من محافظة الذمار استعدادا للمهرجان يوم السبت، وندعو من الحضور جميعا إلى يوم السبت للمشاركة مع شعبنا اليمني. وسيكون حضور السبت حضور ملزم وواجب وطني على كل رجل يمني وطني هو مع هذا الوطن ضد العدوان، ومن لم يحضر فهو مؤيد للعدوان، سواء رضي أم لم يرضى، قصد أم لم يقصد. هنا صنعاء تترقب الطوفان البشري الكبير الذي سيرسم صورة جميلة لم يرى العالم مثيلا لها، والتي من خلالها يصوت اليمانيون على الشرعية الشعبية بقيادة المجلس السياسي الأعلى. يستعد اليمانيون للخروج في المسيرة المصيرية الكبرى التي ستجوب العاصمة صنعاء، وستكون مسيرة مشرفة وصندوق اقتراع لحكومة شرعية أسسها الشعب اليمني لا غير. رافت الريسي، القناة اليمن، من اليمن، أمانة العاصمة.